السلام عليكم اخواتي اخواني، مرحبا بكم معنا فيديو جديد فلوق جديد بسيوات ليلى العميري. الفلوق ديال اليوم مدينه مراكش بسناك صويري. صراحه سالينا من الكونترول ديال الطبيب، ملي سالينا من الطبيب ما شاليناش بكري وجينا نتغداو هنايا. احسن حاجه ناكلو الحوت وجينا لهاد السناك هذا. شكروا لينا، صراحه سناك زوين وفيه الحوت زوين، تبارك الله على السبب اللي فيه وصاحب المحل الله يعطيهم الصحة. تحية للسبب سناك التصويرية، الله يعطيهم الصحة والسلامة. الصراحة الحوت زوين ولذيذ، والبيتزا وشوربة الحوت كلشي عندهم زوين الله يعطيهم الصحة. غنخليكم مع الفلوق، سدينا الحوت ومروان بغات الحوت بغات البيتزا. غنخليكم مع الفلوق ديال الغدا ديالنا بمدينة مراكش. مرحبا بكم، ألف مرحبا. نتمنى ديروا لايك وابوني وبارطاجيو، خليو لينا واحد التعليق. شكرا للدعم ديالكم، شكرا للمسانده ديالكم متابعين ديالنا. سمحوا لي ما كنقدرش نهضر ديما، عندي مشكل في الصوت واصلا مريضه. الله يسافيني ويشافيكم ويرحم امواتنا وامواتكم جميعا. ما تنساو صلوا على الحبيب مصطفى عليه الصلاه والسلام. حنا دخلنا للمحل نختاروا شنو ناكلو، وتابعوا معنا الفلوق. ومرحبا بكم وشكرا لكم بزاف بزاف، في امان الله ورعايتي. ما باقي الفلوقات ديال مراكش. شكرا لكم.